السلام عليكم حليلوتي، ان شاء الله اليوم نقدم لكم الحمام قطره بالزبيب والبصله، تيجي مع السلم ومع اللوكو، رائع جدا بطريقه جد مبسطه. كنتمنى تنال اعجابكم. بالنسبه للمكونات فهي بسيطه جدا، بطبيعة الحال غادي نحتاجو الحمام يكون منظف ومنقي بشكل جيد، والمكونات او المقادير فكتبقى على حسب القدرة الشرائية لكل سيدة. غنحتاجو البصلة مشلضة، الزبيب او العنب المجفف، في التوابل نحتاج القرفة، ابزار فلفل اسود، زنجبيل سكنجبير، قليل من الهيل، ملح، كركم او الخرقوم عرق، ثوم بودرة يمكن استبداله برأس من الثوم، قليل من بيمون ديسبولات او السودانية، وحبيبات ديال القرنفل مطحونين. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في طنجرة، ويمكن السيدة تستعملها حتى في كوكوط. من بعد ما نكون نظفنا الحمام بشكل جيد نوضعوه في الطنجرة، من بعد ذلك ندفلو البصل مشلط، تقريبا نعملو زوجات كبار على حسب الكمية اللي عندنا ديال الحمام، ومن الأحسن نعملو البصلة النحاسية أحسن من هاد الحمراء لأنها تجي في الدغميرة رائعة جدا. نضيف التوابل بالتدريج، زنجبيل أو سكنجبير، كركم أو الخرقوم عرق، ثوم بودرة أو ثوم المجفف. بالنسبة للسيدة لما توفر لهاش يمكن لها تستعمل درس من الثوم، ما نقووش ثومة بزاف. نضيفو الهيل مطحون غير القياس، والقرنفل، وما نحاولو ما نقووش من القرنفل لأنه إلا كترنا منه تيعطي لاميرتيم في لاغيغكو. فلفل الأسود غير راس معلقة، وبطبيعة الحال القياس ديال الملح، وبطبيعة الحال كنضيفو الزيت، زيت المائدة. بالنسبة لي أنا تنشحر هاد المكونات مع الماء، يعني توابل مع الحمام مع البصل مع الماء، تنشحرو دون زان بخمية طن حتى كيتشرب الحمام بهذيك التتبيلة. عادة نضيف الزيت، كل سيده والطريقه ديالها، لان كيف ما كنعرفوا الزيت ماده عازله ما تتخليش اللحم ولا الدجاج يتشرب العطريه اللي عملنا له. من بعد ما شحرنا الحمام ديالنا في التوابل والماء، تنضيفوا له الكافي من الزيت، وثم تنخليوه يتقلى بضع دقائق، وتنرويو عليه بالماء الكافي وتنغطيوه عليه حتى كينضج. والسيدة مرة تراقبوا، من بعد ما كنضيفوا له الماء وتيطيب في اخر مرحلة تنضيفوا القريفة ديالنا. بالنسبة لي ما تنعملهاش في الاول، كنخلي حتى الاخر باش يبقى الطعم ديالها حاضر. ثم تنضيفوا الزبيب، وتنغطيو عليه حتى كينضج. وبالنسبه للوز سواء السيده كتحمرو او كتقليه وكتزين به الوجه ديال الطبق ديالها. والطبق ديالنا اصبح جاهز من التراث القديم ديالنا، تيجي رائع جدا بكل المقاييس وصحي. بالنسبه للسيده لما حبات تعمل اللوز مقلي يمكن لها تحمرو غير في مقيله ولا تدخلو الفرن. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، واللي عندها اي سؤال مرحبا على راس العين. كنشكركم لمتابعتي للاخر.